حيث بدأ الأساتذة في تحفيز التلاميذ وممارسة بعض الرياضات التي أدخلت إلى المؤسسات في هذه الفترة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هذا التتويج هو تتويج لأساتذة التربية البدنية كافة ديال المغرب وخصوصا أساتذة التربية البدنية بإقليم تالولات. الحمد لله هذا التتويج هذا جاء بالمجهودات ديال بزاف ديال المتدخلين منهم المدير العام أو المدير الإقليمي ثم المؤثرين ديالنا الأستاذ المفتشين الأستاذ محمد الشملالي والأستاذ مبارك بوكيل هما اللي الحمد لله في ما كنستشر معاهم ما كيدخلوش عليا بالإرشادات ديالهم وحتى ما ننساش واحد الفاعل آخر اللي دخل في هذا التتويج اللي هو الأستاذ راشد بلا اللي تا هو كنستشر معاه الحمد لله ديما كيعاوني وكيشجعني وكيعطيني طريقه خريطه الطريق الحمد لله والزملاء ديالي خصوصا الزملاء ديال اللي معايا في الثانويه وخصوصا الاخوان اللي عندهم تجربه كبيره بحال الاستاذ المهندس والاستاذ القبار اللي ما كيبخلوش عليا دائما بالتوجيهات والارشادات والحمد لله انا سعيد جد سعيد بانتمائي للمدينه تالولات ولله الحمد شكرا للجميع.